امباي مشينا. يلا هاد الحلقه سولنا بعض لي كونديدا شنو هما المواد اللي كان عزيز عليهم يدخلوا ليهم فوق القرايه وشنو هما ليلا وسمعوا شنو قالوا لينا. الماتيير ديال الاس في تي والار والفرونسي والماده اللي ما كنتش كنحملها ندخلها بزاف هي الفلسفه. واسمح لي استاذ الفلسفه اللي كنتي كتجيب لي الملل. يعني الماده اللي كانت عزيزه عليا بزاف في الدراسه هي اللغه العربيه. والماده اللي ما كنتش كنبغي وما بغاتش تدخل ليا راسي هو المات. ما بغاش والو نون ياك حل عيون واش بغى يدخل داك المات للراس. كانوا عزازين عليا جوج المواد في المدرسه، الرياضه والموسيقى. طبقي كنت كندخل بالزمني غير بالدراع باش ما نجيبش شي نقطه ماشي هي هذه. انا كنت كنجي ديما انا الاولى في القسم ديالي، دونك ما عنديش شي ماتير ما كنحملهاش وكاع لي ماتير كانوا كيعجبوني. دايوغ لي بروف ديالي كاملين كيعيطوا عليا وكيتفكروني اي سام في بليزير. اس في تي سيونس كنحماق عليها. ما عنديش شي ماتير معينه ما كنحملهاش، ولكن اللي كان ما كيعصبني شويه هو لي مات، لكن كندير فيهم راسي. ودابا سولناهم على شنو هي الحاجه الخايبه اللي داروها في صغرهم وكلوا عليها العصا من عند والديهم وسمعوا شنو قالوا لينا. كنت في بنت المدير في المدرسه اللي كنت كنقرا فيها. المهم كانت قالت لي انت كتقرا عندنا في المدرسه ديال بابا وراه تكون عارفه راسي الا شفت لي كوليس. اسمح لي على داك النتفه اللي ضربت لك. كنت شفتها انا واختي. المهم جات كتقول لنا انتم كتخلصوا عندنا وحنا بابا هو المدير ديال المدرسه وحنا اللي كنقراكم. وانا نشد انا واختي كنا في الدوزيام ايطاج ديال المدرسه بقينا كندفوها ومهبطينا حتى لعند با وقلنا له شوف بنت كتقول لنا بلي انت هو المدير ديال المدرسه. صافي وما عيطوا لوالدينا فهمتي غوتوا علينا مزيان حقاش نتفنا. صراحه غزيت فيك واخا باقي انا كبير دابا كن غزيت فيك. وشوف هاد الكواليس ان شاء الله يا ربي تشوف فيهم. يعني الواقعه اللي كانت وقعت لي وانا صغير يعني كليت عليها العصا واخا تضربت انما خلوني تبريت وما يعطوني حتى طرحه ديال العصا. الوالده ديالي امبوي هي هاد الضريبه هادي كيقول لي الوالد ديما ما طلعش فوق واحد السور وطلعت فوق داك السور وطحت على راسي. كان كيبرزتني واحد الولد دائما دائما دائما. واحد النهار قلت هاد النهار هذا ما غنعاودش يبرزتني وضربته بلا ما نشعر طاحوا له السنان كاملين. وهذيك كليت عليها صرخه طق مع عند الوالد الله يرحمه. ما عمري ما كليت العصا الصراحه. ولكن واحد النهار كنت قطعت واحد الكتاب ديال بابا كان عنده غالي وعزيز عليه وقطعت ليه واحد لي باج من الاول وهو جاوب داك يغوت عليا مي ما ضربنيش. داكشي علاش ضاف راسي شويه. واحد الحاجه عزيزه على ماما هرستها وانا ندير راسي دخلت ليا واحد الزاجه في رجلي بقيت كنكيور ما دخل ليا والو غير باش ماما ما تضربنيش. المهم جات بقات كتدارت بحال هكا مصدومه مسكينه ما بقات ما تضرب فيا انا باقا صغيره ما عرفت ما دير. المهم هذيك هي الزبله اللي درت. كيوصلونا بزاف ديال لي ميساج في لاباج اوفيسيال ديال سيتو دوزان فيسبوك. الناس باغيين يعرفوا كيفاش كيتم اختيار الفائز في كل برايم عن طريق الفوت. وجيستومون مشينا انا وام جيرل وصورنا لكم داكشي في قلب دوزان وجايبين لكم دابا تبرقيق وبغيناكم تشوفوه. وهنا توقف التصويت ومن بعد ما عرفوا لي ريزولتا امبريموهم بوغ لي سيناتور. Et bien sûr, la première signature d'El Moutir Simondor. Min بعد qui signe عليها les autres responsables pour la validation. وهنا وصلهم les résultats ديال التنقيط ديال لجنة التحكيم. وهنا ما بقى للسيمندور غير كتب اسماء الفائزين في هذا البرايم. اذا كيف مشيتو معنا هذه التبرقيقه ديال عمليه اختيار الفائز في كل برايم. عارفك باقي دارك راسك وباغي تعرف شنو وقع وسط البرايم قبل البرايم ومورا البرايم وسمانه كامله. المهم كاع داكشي اللي ما بانش في دوزيام وبغيتي تشوفو تكوني كنقول لك في يوميات تشوف الكواليس.